بطلنا اللي يعطلنا، مفيش حاجه هتعطلنا ان احنا نبقى على مود او على الموضه. حلقتنا النهارده هنتكلم فيها عن حاجات كانت موضه وخلصت، بطلي تلبسيها. يعني لو انت من الناس اللي بيمشوا على الموضه، في حاجات نزلت كده موضه وخلاص، لو لبستيها هتبقي موضه قديمه سيكه. يعني هنتكلم عن الحاجات دي في حلقتنا النهارده. انا رغده سالم. اول حاجه معانا الجزمه الشنكي. الجزمه الشنكي لو انت بتفكري تشتريها عجباك يعني وعايزه تجيبيها، لا ما تجيبيهاش، لان هي ما بقتش موضه. يعني لو عندك وبتقضي بيها خلاص تمام، يعني مش هنرميها، انما لو مش عندك عايزه تشتريها ما تشتريهاش. هي دي الجزمه الشنكي، ده شكلها، وحاولي تبعدي عنها، ما بقتش موضه. كمان الجزمه البلاتفورم، دي الجزمه البلاتفورم، بلاتفورم الهيلز، دي برضو ما بقتش موضة، لان هي عالية من قدام كده وكانت طالعة زمان ورجعت تاني وخلاص دلوقتي بطلت. فلو هتشتري واحدة، او انا عارفة انه دايما القصيرين بيفضلوها، بس صدقيني ما بقتش موضة، ما بتخليش شكل الاوتفيت في احلى حاجة. يعني كمان البنطلون السكيني، البنطلون السكيني خلاص بيختفي. يعني هو موجود لشوية اطلالات بس صغيرة، يعني مثلا لو انت لابساه عليه بوت اتس اوكي، انما السكيني كده على ترينرز على هيلز لا، ما بقاش موضة خالص. فما الفترة اللي جاية ما تحاوليش تشتري بنطلون سكيني، خلاص بيختفي. كمان الكارجو بانس، الكارجو بانس انا عارفة البنات كلها حباه وعايزة تشتريه. كارجو بانس الجينز ما بقاش موضة خالص، ابعدي عنه، انتشر جدا جدا وبقى في كل حتة مرطرط يعني، فما تشتريهوش. ممكن تشتري منه الجلد، الجلد مش منتشر خالص، مش موجود في اماكن كتير لو انت حباه. كمان ممكن تبدليه بالوايد ليج بانس، يعني الوايد ليج بانس موضة ولسه هو مطه بتبتدي، فلو لبستيه بداله هيبقى حلو جدا. الدانتيل، ابعدي عن الدانتيل الفتره دي، مع ان بحس الدانتيل منقذ لحاجات كتير، بس هو مش اكتر حاجه فاشن في 2023. يعني انت ممكن تستبدليه بتطريزات مثلا مختلفه، يعني الامبرودري تطريز ترندي جدا جدا في 2023، ده الامبرودري هاند ميد تطريز، ممكن تلبسيه في التوب، ممكن في الجينز، ممكن حتى في الشوز. الشوز الامبرودري طالعه ترندي وموضه قوي، في كل هدومك طالع التطريز اليدوي، طالع ترندي قوي 2023. وكمان هو لاقي على الفتره اللي احنا داخلين عليها الصيف والوان، وهو بيدخل فيه كل الالوان، فهو ترندي جدا. حاولي يبقى عندك قطعه او قطعتين امبرودري. حلو كمان ان احنا نبقى عارفين ايه الترندي وايه الموضه قبل السيزون ما يبتدي، واحنا اهو داخلين على سيزون الصيف والجو ابتدى يحرر. فكمان الكلاتش حلو جدا، ده الكلاتش، الكلاتش حلو جدا في المصيف، حلو جدا في الخروجات، حتى في السهرات بالليل لازم يبقى عندك كلاتش السيزون ده. حلو جدا ان احنا نمشي على الموضة، بس ناخد من اللي على الموضة الحاجات اللي بتليق علينا وبتليق على سننا وبتليق كمان على شكلنا مركزنا وحاجات كتير. خدي من الموضة اللي انا قلتها لك اللي يليق عليكي ومناسب ليكي.